سبق وحكيت عن أفكار المؤامرة ونظرياتها واللي بينشرها وبيدافع عنها. يمكن تقولوا ليش هالرأي الجديد اللي بيحكي على نفس الموضوع؟ لكن للأسف كمية نظرات المؤامرة اللي طلعت مع انتشار فيروس كورونا أو كوفيد-19 تستاهل أن نوقف شوي لنحكي عنها. طبعاً قبل المؤامرات المخابراتية والطبية في قصة القصاص الإلهي اللي بنسمعها من كتير ناس مهما كانت أديانهم، وهي أكيد سمعتوها بتقول أنه الوباء هو قصاص أو انتقام أو عقاب من الرب لأنه نسينا الدين أو ركضنا وراء المال وهيك حكي. النظرية هاي بتطلع كل ما بيصير كارثة كبيرة، زلزال أو حرب أو هيك شيء. الجديد هالسنة أنه في قصاص جديد بنسمعه من ناس مختلفة، هو قصاص الطبيعة. الطبيعة عم تنتقم منا لأنه ما احترمناها ونسيناها وركضنا وراء المال وهيك حكي. يعني تقريبا نفس الأغنية بس مع شوية تعديل. كمان بالانتقامات شفت كتير روايات عند الإسلام حول الانتقام الإلهي من الصين بعد ما اضطهدت الأيغور. بعدين بنوصل لنظريات المؤامرات نفسها، منلخصها بفكرة أنه المرض ما ولد بالصدفة، هو جزء من مخطط كبير للإطاحة بفلان أو بفلان أو بدولة ما. طبعاً كون المرض ولد بالصين يعني بلد مغلق ونظام سلطوي بيسيطر على الأعلام، وكون النظام الصيني تأخر عدة أسابيع للإبلاغ عن الحالات وعن خطورة الموقف، هي أثرت وزادت من نظريات المؤامرات حول الموضوع. هلأ في يمكن أكثر من 60 أو 70 نظرية، أكثرهم كذب أو كلهم كذب وكلهم أخطاء حول الوباء، فطبعاً ما رح أقدر أحكي عنهم كلهم، لكن هي كم وحدة بتستاهل أنه نوقف شوي عندها. أشهر وحدة كانت عبر ناشط فرنسي سجل فيديو بيثبت بالوثائق حسب ما قال والدلائل وبعيداً عن نظرية المؤامرة مثل ما هو قال وقتها، أنه معهد باستور المنشأة الفرنسية الكبرى اللي بتهتم باللقاحات هو اللي اخترع الوباء وسجل الاختراع من 17 سنة ومضى كل هالسنين عم يطوره بهدف إنتاج ملايين من اللقاحات ويبيعهم بملايين أو مئات ملايين الدولارات. طبعاً الحكي كله كان غلط بغلط، ووقت جاوبه معهد باستور اعتذر الناشط وعمل فيديو جديد ليقول فيه إنه حكيه كله كان أخطأ. لكن بهالأثناء كان الفيديو ترجم لعشرات اللغات وانتشر بشكل أسرع من الفيروس. كمان طبعاً في فكرة إنه الصين طورت وصدرت الوباء لحتى تضرب عدوها الاقتصادي أمريكا، وكمان وصلني العكس تمام، يعني أنه أمريكا طورت وصدرت وباء حتى تضرب عدوها الاقتصادي الصين، وأنه الحرب اليوم اقتصادية جرثومية ونحن جزء من الضحايا. كمان هاي الأفكار كثير انتشرت لكن صعب تصديقها لسبب بسيط، أنه الاقتصاد الصيني والأمريكي مربوطين ببعض بشكل كبير كثير، وما ممكن لأي مصنع أنه يضرب زبونه، وكمان ما ممكن لزبون أنه يضرب مصنعه، الاثنين هنن بحاجة لبعض. طبعاً بمنطقتنا فكرة المؤامرة دائماً ماشية، ومين وراها بيكون يا حذركم؟ مين؟ طبعاً ما غيرها دولة إسرائيل اللي بتكون دائماً وراء أي مصيبة حسب أهالي المؤامرات، وفي غرفة عمليات كورونا بتتحكم فيها إسرائيل لتضرب بلدان العرب وتقضي عليهم. بس المؤامرات ما لها حصراً على منطقتنا. بأوروبا في المؤامرة اللي وراء وباء كورونا هي مؤامرة الخمسة جي 5G أو الجيل الخامس من شبكات التليفونات المحمولة. نحن اليوم عم نستعمل 4G، والجيل 5G حيكون أسرع وأقوى وبلشوا يركبوه بأوروبا، وحسب كتير من الناس اللي ضده ومنهم محبي البيئة مثلا بيقولوا إنه هالشبكات هاي بتشكل أمراض وسرطان ووجع راس وشلات من هالنوع، وكمان إنها صارت بتقتل، ولأنها بتقتل صار في عملية تغطية، يعني تغطية عشرات الآلاف من الموتى. اخترعوا قصة كورونا حتى نقنع الناس انه في شيء خفي ما بيقدروا يشوفوه، ما له حقيقة، مستحيل نلمسه، هاد هو اللي عم يقتلهم. أبطال هاي المؤامرة هنن الحكومات والإعلام اللي مربوط بشبكات الهواتف والصين وهواوي وجوجل وإلى آخره. وإذا رحنا لأمريكا المؤامرة واضحة عن محبي ترامب، ما في لا فيروس ولا مرض ولا من يحزنهم، لكننا نحن بسنة انتخابات وهي كلها عملية سياسية إعلامية من الديمقراطيين وعملائهم الدكاترة والمحللين والصحفيين وكل هدول للقضاء على المرشح الجمهوري الشعبوي دونالد ترامب. وفي كمان عدد من الروايات عالميا بتتهم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وواحد من أغنى الرجال العالم اليوم أنه وراء هالمرض لحتى يقدر يبيع لقاحات، مع أنه جيتس ما عاد عنده شركة بل منشأة فونديشن يعني بتوزع لقاحات مجانا بالعالم وما بتستفيد ماديا من كل هالمواضيع. نصيحة مني، ما تحاولوا تناقشوا مع أي حدا بيدافع على هالنظريات من مبدأ العبارة الشهيرة
ما جادلت جاهلا إلا وغلبني. فهذا الكلام كله جهل، حتى إذا اعتمد أحيانا على معطيات علمية جزئية. إذا أنتم كمان عندكم روايات مؤامرات سمعتوها وبدكم تشاركونا فيها، شاركونا فيها واشتركوا بقناة درج ميديا على اليوتيوب.